بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، معكم الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية. النهاردة هنتكلم حلقتنا عن الكركمين والتهاب المفاصل 3. حلقة النهاردة حلقة مميزة، هنتكلم فيها عن مرض مهم جدا ومنتشر جدا 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 في مصر والعرب والوطن العربي في الفترة السابقة أو في الأيام اللي فاتت. هو مرض اسمه الروماتويد. بصوا يا جماعة، هو الروماتويد واحد من الأسباب الرئيسية للإصابة بالتهاب المفاصل. اللي منشور عن الروماتويد، اللي الروماتويد ده هو مرض مناعي بيهاجم المناعة، بتهاجم المفصل، بتعمل التهاب في المفصل مزمن، وبعدين بعد كده بيحصل تشوهات، والمريض بياخد الأدوية زي الكورتيزونات وزي الأدوية بتاعت المعدلة للمناعة عشان خاطر يأخر العملية بتاعت عملية تشوه المفصل وعملية الخشونة. مؤخرا اتنشرت دراسات كتير في انجلترا والمانيا بتتكلم عن نوع من انواع البكتيريا اسمها بكتيريا البروتياس. البكتيريا دي بتعمل، هي المسببه للروماتويد، او هي اللي بتخلي جهاز المناعه يهاجم المفصل. الجماعه الالمان جم خدوا عينات من مصر هنا، في دراسه منشوره عن هذا الكلام كده، جم خدوا عينات من اللحوم البلديه في مصر هنا ومن الدواجن اللي تتباع في الاسواق المصريه هنا، ووجدوا اللي فيها نسبة عالية جدا 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 من الإصابة بهذه البكتيريا. يبقى واحد من الأسباب الرئيسية للإصابة بالروماتويد اللي احنا بناكل بره في الشوارع، الشاورما، الفراخ، الأكل اللي هو مش نظيف، بناكل اللحوم اللي مش مشوية كويس أو مش مسلوقة كويس، هي السبب في الإصابة بالبكتيريا. يعني من الآخر، العك في الشوارع هو اللي بيعمل الروماتويد. أكتر الناس عرضة للروماتويد هم المرضى اللي عندهم ضعف في المناعة. مين اللي عندهم ضعف في المناعة؟ الستات يا جماعة، 75% أو 76% من السيدات بيكون عندهم ضعف في المناعة، فعشان كده بيكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المناعية زي الروماتويد. مرضى الكبد، مرضى الكلى، مرضى السكر، فعشان كده بيكونوا هم أكثر الناس عرضة للإصابة بالروماتويد. الروماتويد بنشخصه ازاي؟ عن طريق تحليل اسمه معامل الروماتويد او بنسميه الار اف، او تحليل تاني اسمه الانتي سي سي بي. بناء على هذه التحليل بيتقال للمريض اللي انت عندك روماتويد. الكركمين ده ايه في الموضوع ده؟ الكركمين منشور عنه دراسات كتير بتؤكد اللي هو بيساعد الجسم في التخلص من البكتيريا الضاره دي، وبيساعد الجسم في قتل هذه البكتيريا. كمان الكركمين يا جماعه بيوقف الالتهاب بتاع المفاصل. اتمنى لتكون حلقه النهارده عجبتكم، أشوفكم على خير، شكرا وإلى اللقاء.